قاعدة الأولى نفي المثل عن الله، ليس كمثل شيء. طيب، وفيها أن طريقة القرآن تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي مثلا. طيب، نعم، أي آية؟ أي آية الآن ذكر؟ ليس كمثله شيء، نفي المثل عن الله من غير تمثيل، أخذ في تعريف التوحيد، ليس كمثله شيء، وهو السميع. السميع إما إدراك الأصوات أو السميع أي المجيب، إن ربي لسميع أي مجيب الدعاء، وإدراك الأصوات عام وخاص وتهديد. هذه الأقسام كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى وجه الله. سميع بمعنى مجيب، إن ربي لسميع أي مجيب الدعاء، وسميع سمعا سمعا وهو السميع البصير. لقد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله سمعا، والسمع خاص، إنني معكما أسمع وأرى، هذا خاص إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا النصر والتأييد لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ والسمع تهديد، لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إثبات صفة السمع، وكذلك ورد هنا تهديد. عيد من جديد. سمع نوعان، سمع ورد به أصوات، وسمع ورد به الإجابة، هذا كله يثبت لله سبحانه وتعالى وجه الله. سمع عام وسمع خاص وسمع تهديد. البصير، والسميع البصير، البصير إما البصير العليم علم أو إدراك المرئيات، وإدراك المرئيات عام وخاص وتهديد، مفهوم؟ نعم. وهذا كله يثبت لله سبحانه، يثبت لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به سبحانه وتعالى، فتح الله عليه. نعم. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المحبة والود. وليت المؤلف يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أورد آية الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، لأن أنواع المحبة الثابتة لله ثلاثة، محبة وود وخلة، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة، ليس كمثل شيء السميع البصير. ما الثمرة التي نجنيها من الإيمان بصفة المحبة؟ عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. فماذا تصنع؟ تحب، تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وتحب كل ما من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته، عمل وعامل وأزمن وأمكن. قل آية المحنة، هذه الآية ادعوا ناس محبة الله فأنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم، قلنا هذه الآية هي الميزان فيما يأتي عن الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، اثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تنال محبة الله فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ نعم، هذا الأول. بعد هذا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة. نعم. قبل وهو الغفور الرحيم. إن الله يحب الذين أوصاف يقاتلون لم يركنوا من الدنيا في سبيل إخلاص صفا متراصين متلاحمين. نعم. والظاهر عنوان الباطل. في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى، فالجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد
ليس شهادة الزور. نعم. وهو وقوله وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. الود أعلى من المحبة. الله سبحانه وتعالى واد ومودود، يتودد إلى عباده والعباد يترددون إليه سبحانه وتعالى، لكن ليس الود كالود. صفة حقيقية لاختيار تعظمه. هو أعلى من المحبة الود. وليت المؤلف يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء بآية الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أعلى درجات المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله، ما يمكن يدخل أحد. خلة أعلى درجات المحبة مفروض. وفيما نعلم الله أعلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. وبين الخطأ أن يقول بعض الناس إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. لا، يقول الخلة أعلى من المحبة، ثبتت لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لكن يذكر ابن القيم رحمه الله العشق وغير هذا، هذا لا يمكن يثبت لله، لأنه ليست بصفة كمال. صفة الكمال هنا في المحبة والود والخلة. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أراد آية في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة. الرحمن لجميع الخلق والرحيم للمؤمنين. الرحمن صفته والرحيم فعل سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. هذه الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة عامة تشمل كل مخلوق، ورحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وعندنا رحمة، هذه صفة من صفات الله التي اقتدرت عظمته، وهناك رحمة مخلوقة. نعم، ما أضاف الله لنفسه تقدم معنا. يعني هذه الآيات هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هناك رحمة مخلوقة، أي الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي في الجنة أنت رحمتي، عين قائمة بذلك، هذه مخلوقة. وهنا هذه الآيات ساق المؤلف رحمه الله تعالى لبيان إثبات الأسماء والصفات، ومنها صفة الرحمة، فهي صفة حقيقية لاقتدار عظمته. نعم، من باب إضافة الصفة للموصوف هنا، وفي الحديث من باب إضافة المخلوق إلى خالقه في الجنة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نعم. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا رحمة خاصة. ما الثمرة التي نجنيها من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى؟ الراحمون يرحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض، وتتذكر برحمة الخلق أن الله سبحانه وتعالى يرحم من لا يرحم لا يرحم. مفهوم. وكان بالمؤمنين تؤمن وتعلم أنك بهذا تنال رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه ليست كتابة إلزام، نحن لا نلزم الله بشيء، كما مر معنا في حق العباد عن الله. هذا حق يسميه شيخ الإسلام وغيره من الأئمة رحمه الله جميع، يسميه حق تفضل. الله سبحانه وتعالى هو كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضل. نعم. وقوله وسعت رحمتي كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم إثبات صفة الرضا. الرضا والغضب والفرح والحب، هذه الأعمال أعمال القلوب أعمال قلبية، أحسن ما قيل في تعريفها أن تأتي بها وترتاح. ما هو الرضا؟ تقول رضا. الغضب غضب. ما أستطيع أن أفسر لك أكثر من هذا.
وارتع، هذا مريح لطالب العلم، صحيح؟ نعم. طيب، إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى نثبت له رضا حقيقي يليق بذات عظمته لا مات رضا المخلوقين، ونثبت الرضا ومقتضى الرضا، لا نفسر الرضا بالثواب، ما يمكن، لماذا؟ لأن هذا مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل. طيب، رضي الله عنه أي عن الصحابة رضي الله عنه، وقدم رضا الله ورضوا عنه، ولذلك من طريقة أهل السنة والجماعة، بالأمس سألني الآخر، من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم إذا ذكروا الله يقول سبحانه وتعالى ثناء عظيم، وإذا ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليهم، وإذا ذكر الصحابة ترضوا عنه. الترضي عن الصحابة في خبر وإنشاء، في خبر تخبر أن الله رضي عنه وتدعو الله أن يرضى عنه في وقت واحد، وإذا ذكرت العلماء الأموات تترحم عليهم، الأحياء تقول حفظهم الله. الآن هذا الأخ مثلا ما يستطيع، إذا ذكر مثلا هو يقرأ في كتاب وجاء قول مثلا للزمخشري مثلا، فما يستطيع أن يقول قال الزمخشري ويسكت، هذا إشكال، لأن لو سكت قل أعوذ بالله سمعت الزمخشري، كيف لو قال الزمخشري رحمه الله مشكلة، ممكن يرمي واحد قال شوف والله معتزل خبيث، ولو أراد أن يقول المعتزلي نبرح إلى الله منه كذا ما يستطيع عندي الآن في المجلس، فهذا كله إشكال، فماذا يصنع؟ ذكر لنا العلماء حل، وهو يسمي العلماء رد لطيفا، فهذا عندما يقرأ يقول قال الزمخشري عفى الله عنه الحمد لله، دعا وتبرأ وسلم من بعض الناس في وقت واحد دون أن يشعر أحد، صحيح؟ ولم يعني يتعدى عليه وكذا. إذا طريقة أهل السنة ثناء على الله، الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الترضي عن الصحابة رضي الله عليهم، الترحم على العلماء الأموات كذلك والأحياء أحيانا، أو تقول حفظهم الله، وإذا اضطر الإنسان لنقل عن أحد من المخالفين لأهل السنة والجماعة يرد رد لطيف تقول عفى الله عنه، مفهوم؟ تسمي العلماء رد لطيف. طيب بعض مشايخنا كان إذا يعني أحد ذكر وقال علي مباشرة هو يقول رضي الله عنه، ما يستطيع، اعتاد على هذا. يوم كان يقرأ علي طالب وجاءنا رجل غافلي وجلس استمع، قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا يذكر، قال وعن معاوية رضي الله عنه، وهذا معتاد أن يترضى مباشرة لابد في القراءة عندما يقرأ في الأحاديث في القلوب هكذا لابد يترضى، قال عن معاوية رضي الله عنه قام هذا وذهب. معتقد أهل السنة والجماعة أخواني، يعني هل هو صديق لك؟ ما يمكن تذكر الصحابة تترضى عنه، تذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تذكر الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ما تشهد له بالفضل والعلم، مفهوم؟ أي نعم، حتى وإن كان هذا غير مكتوب في الكتاب، هذا من أدب القارئ، مفهوم؟ نعم. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وجل به، قال السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي لذات عظمته لا يماثل رضا المخلوقين، يثبتون الرضا ومقتضى الرضا الثواب، يثبتون الرضا ومقتضى الرضا، ما لا يفسر الرضا بالثواب، مخالف لظاهر النص مع السلف وليس عليه دليل، مفهوم؟ نعم.
رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا. معنى الآية خرج بهذا القتل الخطأ، فجزاؤه قلنا عقوبة خمسة: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أراد المؤلف بهذه الآية إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى غضب حقيقي على جلالة عظمته لا ماثل غضب المخلوقين، ويثبتون الغضب ومقتضاه خلافا لأهل الباطل يفسرون الغضب بالعقاب أو غيره. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأمور مخالف لظاهر النص مع السلف وليس عليه دليل، ولو كان الغضب بمعنى العقاب أو الانتقام لكان معنى الآية: فلما آسفونا أي فلما انتقمنا انتقمنا، ولو أنكم يكون هذا القول صحيح. قال: أخذنا فيما تقدم أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد ونبغى كما جاء، أو أن هذا محتوي لأنه لم يذكر الخلود الأبدي. ذكر الخلود الأبدي في أصحاب النار نسأل الله السلامة والعافية في القرآن في مواضع ثلاثة، من يذكرها لي؟ ذكر الخلود الأبدي في أصحاب النار في ثلاثة مواضع. الأول: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذه سورة النساء. الثاني: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، في سورة الأحزاب. الثالث: سورة الجن. أي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أجلس. هذه ثلاث مواضع. نعم نعم يا أخي. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم، السخط والغضب والانتقام والموت. ساق المؤلف هذه الآيات لإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وجل ذاته. نعم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقلنا هذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على هؤلاء إذا فسروا الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام. نعم. وقوله: ولكن ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم عن الخروج من جهاد في سبيل الله، وقيل اقعدوا مع القاعدين. إما أن بعضهم قال لبعض اقعدوا مع القاعدين، أو قال الله سبحانه وتعالى قدر الله سبحانه وتعالى هذا. مفهوم؟ نعم. ويصح الجمع بين القولين، أن الله سبحانه وتعالى قال لهم اقعدوا مع القاعدين، وقال بعضهم لبعض اقعدوا مع قاعدين. نعم. وقوله: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نعم، وان المقت هذا فيه ان المقت يتفاوت. نعم. وقوله: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. هنا المؤلف اراد ان يثبت صفه الاتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى. كم بقي؟ كم؟ الساعة. الله أعلم نكتب بهذا. نراجع ثم ماذا أخذنا من الأسماء والصفات؟ من يعرف؟ نعم يا أخي. الأحد والصمد. الأحد واحد في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. الصمد الذي تصمد إليه الخلق في حوائيه، والذي مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، والذي لا جوف له فتح الله عليه. أجلس. ألف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يعني الله أعلم يمكن 50 ورقة في تفسير اسم الله الصمد. نعم. السميع أي المجيب، والسميع أي إدراك الأصوات، هذا كله مثل كلمة سمع وخاص التهديد، والبصير معنى العليم،
وإدراك المرئيات عام وخاص وتمديد فتح الله عليه غير. نعم ما شاء الله. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء كمال ذاته، القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، والقيوم الكمال السلطاني، وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. فالحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف لغيره كان حسن على حسن. والعليم علوم في الذات وعلوم في الصفات. العلوم في الذات أدلة العلوم إجمال في الذات خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه. والعظيم للعظمة التي ليس فوق عظمة. نعم فتح الله. الرزاق. الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق، والرزق لا يطلب إلا من الله كما الجنة لا تطلب إلا من الله. والرزق قسم من قسمين، رزق عام وخاص، الخاص بالمؤمنين والخاص حلال وفتح الله. نعم الأول والآخر والظاهر والباطن. أحسن ما فسر هذه الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. أنت الأول فليس قبلك شيء، لو قال لك أي أحد ما معنى الأول يقول قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة العامة، الرحيم ذو الرحمة الخاصة، الرحمن صفته، الرحيم فعله سبحانه وتعالى. فتح الله عليك. نعم. الغضب. الغضب والانتقام والسهم والمقت، هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى بلفجرات عظمته. نعرف معنى الغضب ومعنى السخط ومعنى الانتقام وكره الله انبعاثه، لكن الكيفية علم عند الله، نثبتها لله سبحانه وتعالى وجل به، ونثبت هذه الصفات ومقتضى خلافا لأهل الباطل، كما نثبت الرضا ومقتضى مقتضى الثواب. نعم الرضا إما أن يكون رضا عن العمل أو رضا عن العامل. رضا عن العمل رضي الله عنهم أو عنه، والرضا عن العمل إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ما الثمرة من الإيمان بصفة الرضا لله سبحانه وتعالى؟ أن ترضى عن من رضي الله عنهم وتترضى عنهم كالصحابة رضي الله عنهم، وأن تبحث عن الأعمال التي توجب رضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الرحمة وكذلك في الغضب تبتعد عن هذه الأمور كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم الحب والود والخلة، المحبة والود والخلة، نثبت لله سبحانه وتعالى صفة المحبة وهي صفة حقيقية تليق بذات عظمته لا تماثل صفة المخلوق، نثبتها لله على وجه الله يقدر. فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة. وقلنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال ليت المؤلف جاء بآية الخلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.